نحن الآن في أحد الجبال التي وصلت إليها النيران من قبل مناطق سيطرة النظام بريف اللاذقية الشمالي. نحن متواجدين بأحد الجبال بريف جسر الشغور الغربي، حيث التهمت النيران مئات الهكتارات من الأراضي الحراجية والزراعية في هذه المنطقة. امتدت النيران من سلسلة جبال الكبينة بمنطقة ريف اللاذقية الشمالي وأيضا قرية كفريدين، ووصلت إلى هذه الجبال منذ 3 أيام. نتحدث عن عدة مواقع وصلت إليها أو عدة قرى وصلت إليها هذه النيران: قرية الشيخ سنديان وقرية حلوز وأيضا قرية غاني بريف جسر الشغور الغربي. التهمت النيران مساحات واسعة جدا من الجبال ومن الأراضي الزراعية في المنطقة. حاولت فرق الدفاع المدني من خلال استنفار كل طاقاتها وفرقها في المنطقة للسيطرة على امتداد هذا الحريق ومحاولة إخماده في مناطق متفرقة من هذه الجبال. للحديث أكثر سينضم إلينا أحمد يازجي مدير الدفاع المدني في مدينة جسر شغور ليطلعنا أكثر عن المعلومات التي لديه من خلال إخماد الحريق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ما هي المساحة التي استطعتم السيطرة عليها وإلى أين وصلت النيران في المنطقة؟ حاولنا كفرق دفاع مدني السيطرة على حوالي 90% من الحرائق وأكثر. نقوم الآن كفرق دفاع مدني بتبريد أماكن الحريق لعدم وصولها إلى الأراضي الزراعية وأيضا بعض المنازل القريبة من هذه الحرائق. يوجد عدة فرق تعمل الآن على إخماد هذه الحرائق. الحريق كان ممتد على مسافة أكثر من 3 كيلومتر. استطعنا إخماد حوالي 90% من بعض الحرائق، ولكن يوجد هناك بعض المعوقات التي تحول إلى دون الوصول إلى بعض النقاط، منها التماس مباشر مع قوات النظام الذي يستهدف نفس المنطقة التي نقوم بإطفائها بعدة قذائف صاروخية ومدفعية، بالإضافة إلى انفجار بعض القنابل العنقودية المتواجدة أيضا بالمنطقة بسبب الحرارة الزائدة، وعورة الطرقات التي أيضا تحول دون وصول سيارات الإطفاء إلى الأماكن. بالإضافة اليوم كان هناك سرعة رياح كبيرة جدا وحرارة زائدة، أدت هذه العوامل إلى تأخير عملية إطفاء الحريق، ولكن الآن نحن نؤكد أن حوالي 90% من الحريق تمت السيطرة عليه، ونقوم الآن بتبريد أماكن الحريق والوصول أيضا للأماكن التي لم نكن نستطيع الوصول إليها في الليل لعدم مشاهدة النظام لنا. نعم، طبعا كما سمعنا أكثر حوالي 3 أيام وما تزال فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على هذه النيران وتحاول إيقاف إمدادها أو سيرها نحو مناطق المدنيين، كما تواجه فرق الدفاع المدني مجموعة من الصعوبات والمعوقات، ومنها سرعة الرياح والارتفاع الشديد لدرجات الحرارة ووعورة الطرقات في هذه الجبال وهذه المناطق. جمال أحمد، حلب اليوم، ريف الدبا الغربي.